مرحبا، يسعد لي اوقاتكم اعزائي المشاهدين، معكم الشيف فادي. اليوم رح اقدم لكم وصفه جديده، هي طريقه عمل بيتزا مع طريقه عمل اطيب صلصه للبيتزا بمكونات بسيطه وطريقه سهله جدا وطعمه رائع. وهلا بنروح للمكونات. لصلصة البيتزا بنحتاج حبة بندورة واحدة مقطعة، نصف حبة بابريكا أو فلفلة حمراء أيضا مقطعة، معلقة صغيرة من دبس البندورة، نصف بصلة صغيرة، وعندي حبة ثوم واحدة. وهون عندي أقل من ربع كوب من الماء، عندي نصف معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة زعتر، نصف معلقة صغيرة أوريغانو، ربع معلقة صغيرة فلفل أبيض، وعندي معلقة كبيرة من الكاتشب. وهلأ رح أضيف كل مكونات صلصة البيتزا بالخلاط، البندورة، الفليفلة، بصل والثوم، دبس البندورة، كاتشب. أوريغانو، الفلفل الأبيض، والماء. وهلأ رح شغل الخلاط حتى ينخلطوا معنا المكونات بشكل جيد. هلا بعد ما خلطناهم بشكل جيد بنكون حصلنا على اروع واطيب صلصة بيتزا، وهي النتيجة قدامكم. وهلا بنروح لتحضير البيتزا. لتحضير البيتزا بنحتاج جبنة موزاريلا مبروشة بهالشكل، عندي بندورة مقطعة ترانشات بهالشكل، وعندي البابريكا أو الفليفلة مقطعة حلقات بهالشكل، وعندي زيتون أسود والفطر. ما في مشكلة إذا بتحبوا الفطر يكون فريش أو معلبات، وعندي صلصة البيتزا. وهلأ بنروح لطريقة التحضير. هلا انا عندي هون عجينه من نفس العجينه اللي اشتغلناها بفيديو سابق، وهلا رح مدها قدامكم بشكل دائري بهالشكل. وهلا ضفت العجينه بقلب صينيه الفرن، وبواسطه شوكه رح اعمل صكوب للعجينة حتى ما تنفخ معنا بالفرن بهالشكل، ومن بعدها مباشرة رح اضيف صلصة البيتزا. الاجوان او جبنة الموزاريلا، البندورة،
بتكون انتهت. هلا رح ندخلها بنص الفرن على درجة حرارة 190، وتقريبا بدها وقت شي 10 دقايق بتكون صارت جاهزة. وهلا بعد ما انتظرنا عليها تقريبا 10 دقايق بتكون صارت البيتزاي معنا جاهزة. وهلا رح نضيف لها رشة اوريجانو بتعطيها جمالية ونكهة أفضل. وهي معنا الشكل النهائي، وألف صحة وهنا. وهيك أعزائي بتكون انتهت وصفتنا لليوم، وهي النتيجة قدامكم. بتمنى تجربوها وأكيد حتنال إعجابكم. وإذا عجبتكم لا تنسوني بالدعم باللايك والشير والسبسكرايب والضغط على زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. وهلأ إلى اللقاء بوصفة جديدة.